السلام عليكم اخواتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه ديال لبان الذكر، وغنوريكم الفرق بين لبان الذكر واللبان ديال البخور. اللي ما كيعرفش لبان الذكر هو هذا اللي في الصوره، لون فاتح، وهذا اللبان ديال البخور. هذا كما كتشوفوا راه ماشي لون فاتح، هذا راه فيه الاصفر، فيه البني، فيه الوردي. هذا اللبان اللي في البلاستيك لبان الذكر، هذا بالضبط منطقة صلالة من سلطنة عمان. هذا كيتسمى اللبان الذكر الحجري، واللبان الذكر هو مادة صمغية كتخرج من شجرة الأكاسيا اللي كتنبت في المناطق القاحلة. يتواجد بزاف في المناطق ديال شبه الجزيرة العربية والسودان حتى هي وإثيوبيا. كما كتشوفوا هنا الفرق راه شاسع، لا هذا اللي كتير راه ديال البخور، وهذا الاخر اللي قليل راه هو لبان الذكر، لانه هو اصلا في الموطن ديالو راه غالي. حتى واحد ما يضحك عليكم يعطيكم هذاك اللبان الذكر، اللبان ديال البخور يقول لكم هذا هو لبان الذكر، المشكله كيحسبوه غالي. يعني نردو بالنا، الفوائد كتير على الصحه، مثلا الا شربناه ولا الا تناولناه كعلك. واللي كي اللي باغي يعرف الفوائد ديالو الصحيه يشوف في صندوق الوصف. هذا اللبان الذكر من منطقة صلالة من سلطنة عمان. هذا كيتسمى اللبان الذكر الحجري، النوع الممتاز. حيت يمكننا نتناوله من حبة صغيرة إلى حبتين في اليوم فقط. ما بالنسبة للاستعمالات الخارجية فهو كيحيد الحبوب، كيحيد البطور، كيوحد اللون ديال البشرة، كيحارب التجاعيد. فوائد لا تعد ولا تحصى. وباش نعرفو اللبان الذكر من اللبان ديال البخور راه كنقعو ليلة كاملة، والغد ليه خاص ضروري يعطينا هاد النتيجة هادي. راه اللون ديال ما كيتبدل كيولي بيض، ابيض فاتح ميل البيج، وكيعطينا بحال العلك. كنوركو عليه كيعطينا بحال العلك. يمكننا كذلك نديروه في الماء ديال الورد ونبقاو نرشو به وجهنا من الليل لليل. حتى هذا راه مفيد للتجاعيد، كيحيد التجاعيد وكيوحد اللون ديال البشرة. هذا اكثر من الكريم، لانه الكريم كنستعملوه من مرة لجوج المرات في السيمانة، اما هذا ممكن نستعملوه يوميا حتى لجوج المرات حتى ثلاث مرات في النهار. يمكن كذلك نستعمله على شكل زيت. هذا الزيت ديال لبان الذكر حتى هو عنده نفس الخصائص، بحاله بحال المنقوع ديال ماء الورد واللبان الذكر، كنستعملوه بالليل. الوصفه ديالنا ان شاء الله كنحتاج جوج معالق صغار ديال دقيق الارز، كنحتاجو كاس ديال المنقوع ديال لبان الذكر، معلقه صغيره كنديروها في كاس ديال الماء بارد مده 12 ساعه. الغد ليه كنستعملوه، ممكن نستعملوه جوج مرات، كناخذ الماء المره الاولى والمره الثانيه، ممكن على حسب الا ما كانش متوفر يعني ممكن ديريه حتى ثلاثه المرات. تستعملي ديك المعلقه ديال اللبان حتى ثلاثه المرات. في كاسرونه كناخذو الكاس ديال المنقوع ديال لبان الذكر، كما كتشوفوا حنا خدينا غير الماء، كيبقى داك التخت لتحت ديال الكاس، كنعاودو نزيدو عليه ماء بارد وكنخليوه في الثلاجه. يمكن نستعملوه هكا، يمكن نعاودو نديرو به كريمه انفو هذه اللي كنديرو دابا التساله. يعني معلقه وحده راه كتدي لنا مده طويله. كنديرو جوج معالق ديال دقيق الارز اولا جوج معالق ديال المايزينا الا ما كانش دقيق الارز، كنخلطو مزيان حتى كيدوب داك الدقيق باش ما كيتكورش لنا. عاد كنديروه فوق البوطه ديال الكسرونه ديالنا فوق العافيه. معليش تكون العافيه مجهده، المهم هو اننا ما نبقاش ما نغفلوش عليه، خاصنا نبقاو نحركو في الكسرونه كلها المعلقه باش ما خصوش يلصق. نحركو مزيان ونخليوه حتى يبدا كيغلى. ان فوا يبدا كيغلى خاصنا نحيدوه. هذه هي لا تيكستور اللي كنقلبوا عليها. نطفيو العافيه ديالنا ونديروا لا كريم ديالنا في الاناء اللي غادي نحتفظوا به في الثلاجه. ضروري يكون الاناء من الزاج كما كتعرفوا التفاعلات. هذا المقدار ديال الكريم غادي يدي لنا مده تقريبا 15 يوم.
نديره في الألوجه هنا على يدينا على العنق، يعني على المناطق اللي متضرة، وكنركزو خصوصا على منطقة العين، تيقول لها رجل الإوزة. منطقة العين هي اللي كنركزو عليها، كما كتشوفوا انا زدت الماء على المنطقة اللي بقى ليا في الكاس، وغادي نديروه في الثلاجة تنستعملو تيسالا الانفويسالا لنا هذا الكريم هذا، غنعاودو نستعملو هذاك الماء اللي كاين في الكاس. كندهنو الكريم ديالنا على الوجه، خصنا ضروري نكونو مرتاحين. كندهنو على وجهنا، كنخليه حتى كيبس، ان فوا كنحسو بوجهنا انه تجبد بزاف ما قادينش نستحملو، كنديرو شويه ديال الزيت في يدينا وكندوزوها على الوجه باش كترخف، ما كيبقاش مجبد بزاف اكثر من القياس. ومن بعد ان فوا كنغسلوه، كندهنو وجهنا بماء الورد. هذه اختيارات كتابليكي على يديها، كتوريكم الطريقه كيفاش غديروه. كدهن ما كدهن الكريم، ومن بعد كدير عليه قطرات ديال زيت لبان الذكر، وكتخليه حتى كيبس وكيتغسل. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس، وديروا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.